تراشق تهم داخل مجلس الشيوخ الأمريكي غدا تبرئة الرئيس دونالد ترامب من تهم إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس التي تلاحقه منذ ديسمبر كانون الأول الأخير في محاولة عزله من منصبه. وترامب يسخر من الديمقراطيين بأنه سيخوض الانتخابات الرئاسية لمدة غير محدودة تتخطى الفترتين المسموح بهما دستوريا. بعد أن حكم مجلس الشيوخ دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة بناء على مادتين من لائحة المساءلة المرفوعة ضده من قبل مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين لعدم إدانته بالتهم الواردة فيه، وبهذا يتم تبرئته من التهم المذكورة. وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قد هاجم الجمهوريين لتصويتهم ضد محاكمة الرئيس الأمريكي واصفاً القرار بلا قيمة له. أدار مجلس الشيوخ ظهره للحقيقة في إجراء محاكمة عادلة، وما كان يتمنى الآباء المؤسسون لنا أن نفعله، إلا أن الديمقراطيين انسحبوا من قاعة مجلس الشيوخ ورؤوسهم مرفوعة. تبرئة ترامب جعلت منه الرئيس الأول الذي يدخل انتخابات رئاسية في أمريكا بعد محاكمة برلمانية بهدف عزله. وكان مجلس الشيوخ الذي تقوده الأغلبية الجمهورية قد صوت ب 52 صوتاً مقابل 48 صوتا مقابل تبرئة ترامب من إساءة استخدام السلطة، و53 مقابل 47 لتبرئته من عرقلة عمل الكونغرس.